انت مسوي كتله بالضد من عنده وانت عندي. بنفس التيار انتوا اثنيناتكم نفس الحزب، شلون تطلع من الحزب اللي انت رشحت وياه؟ انا ما طلع يعني غير هو اكو مبدئيا انا رشحت مستقل مع تيار الحكمه لاعتقادي وايماني باهدافهم، ولا ازال مع تيار الحكمه ولا تزال معك. بعد ليش وقفت ضد محافظ من تيار الحكمه وانت وياه؟ يعني بهيش حال نغلب المصلحه الشخصيه على مصلحه المحافظه؟ ايش تشوفين انت يعني؟ لا خلاص، لو كنت انت مكان اكو مصلحه محافظه ومصلحه شخص ايا كان، حتى لو كان مو محافظ شقيقك انت، من تغلب مصلحتك؟ ما ادخل وياهم. لازم ندخل، معطل المجلس معطل، قرارات المجلس معطله، ما يصير تصويت اذا ما كان ادخل ويا الحزب اساسا. اي حزب؟ التيار الحكمه. انت اذا تشوف تيار الحكمه ما عليه غبار. لا اذا تشوف اكو شوفي حتى ما تدخل تيار الحكمه ما عليه غبار، والامانه شوفي الامانه، السيد عمار الحكيم في كل اجتماعاته في كل اجتماعاته اوصيكم بتقديم الخدمات للناس، اوصيكم بمراعاه الناس زين في كل لقاءاته وفي كل اجتماعاته معانا. اما انه شخص قد اكون انا مسيء حاليا، قد اكون انا مسيء طبعا، امثل تيار الحكمه؟ لا ما امثل نفسي انا، اساءه تمثل نفسي. تيار الحكمه تيار عريق، قدم الكثير من الشهداء على مر الزمان في العهد السابق وحاليا، فابدا ما يمثل شخص لا اني ولا اي شخص اخر. مرتضى الابراهيمي اي شخص، انا ما احد اسماء. اللي يسيء فيسيء بنفسه، ما يسيء لتيار الحكمه.